عزة، مفدتنا إلى فيينا تتابع طبعا سير هذه المباحثات غير المباشرة، تعطينا تفاصيل أين وصلت عزة؟ المباحثات مستمرة، وما دامت مستمرة فهو خبر جيد بالنسبة لما نتوقعه في هذه المفاوضات التمهيدية، لأنها لم تتوقف ويبدو بأنها ستستمر في اليومين المقبلين. الساعات الحالية هي ساعات حاسمة بحسب عدة تصريحات صدرت، وأشرتم إلى التصريحات الأوروبية التي تشير إلى تقدم قد جرى في هذه المحادثات، التي وللتذكير هي تناقش مقترح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. هناك تفاصيل تقنية يجري بحثها هنا في هذا الفندق الذي تنعقد فيه المباحثات، أو التي كانت تنعقد فيه المباحثات قبل أن تتوقف لثلاثة أشهر. والآن أيضا اللقاءات التي بدأت منذ الصباح في هذا الفندق وأيضا في أماكن أخرى، لقاءات ثنائية يجريها الوسيط الأوروبي أنريكي مورا، وهي تتناول القضايا التقنية وكذلك قضايا سياسية. بالنسبة للقضايا السياسية المتعلقة بإزالة الحرس الثوري الإيراني بالتأكيد عن لائحة المنظمات الإرهابية، ومسألة ضمانات أمريكية تقدمها لإيران بعدم انسحاب مستقبلي من الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه، هذان الموضوعان ربما جرى تأجيلهما لترك المجال لمواضيع أخرى ولمساحة من التفاوض على ما يمكن التفاوض عليه من المسائل التقنية. شكرا عزة غريبي في فيينا.